الأحوال الجوية غير مستقرة مستمرة على وسط البحر الأحمر، التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. استمرت الأحوال الجوية غير مستقرة في وسط البحر الأحمر نهار اليوم، وتشكلت كميات كبيرة من الغيوم الركامية فوق مياه البحر وتحركت نحو سواحل رابغ وأجزاء من سواحل مدينة جدة وهطلت زخات من الأمطار. المقابل أيضا تشهد أجزاء الداخلية من المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة حفر الباطن، أجزاء من الحدود الشمالية حائل وصولا حتى المدينة المنورة بأحوال جوية غير مستقرة، هي حالة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة الشدة. تفاصيل أكثر في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. تبقى المنطقة الوسطى من البحر الأحمر تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن تمركز لجبهة هوائية باردة في هذه المناطق. تستمر فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة في أجزاء محدودة ومتفرقة من سواحل البحر الأحمر، على أن تعود وتشتد مجددا يوم الجمعة فوق سواحل وسط البحر الأحمر قد تشمل مدينة جدة، بالإضافة لأجزاء من حفر الباطن، أجزاء من حائل وصولا حتى المدينة المنورة. كما ذكرنا هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي هي ناتجة عن تمركز لجبهة هوائية باردة فوق وسط الجزيرة العربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غائمة جزئيا مع 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 15، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة: أجواء مستقرة بشكل عام، الجمعة 27 إلى 17 درجة مئوية، يوم السبت 28 إلى 17، ويوم الأحد 28 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.